أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتوجه إلى فرنسا لمشاركة قمة مناخ. يترأس رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء. مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي يحذر من عودة مقاتلي داعش إلى إفريقيا. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. قادر رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال قمة حول المناخ إلى جانب العشرات من رؤساء الدول والحكومات من مختلف قارات العالم، إضافة إلى الأمين. وتهدف هذه القمة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي ماكرون في شهر يوليو الماضي إلى حشد التمويل اللازم لإطلاق برنامج من شأنها التخفيف من آثار السلبية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي. وتشهد القمة عرض مشروعات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل والنظيف والطاقة النظيفة. وكان في استقبال في وداع رئيس الجمهورية دولة رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى. وتأتي مشاركة بلادنا في هذه القمة التي تمثل تكملة للدورة 23 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الطارية بشأن تغير المناخ باعتبارها واحدة من بين الدول التي استوعبت على بشكل أفضل على مشكلة الاحتباس الحراري. وقد نجحت جمهورية جيبوتي في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي في تحقيق إنجازات ملموسة مكنتها من مواكبة جميع الإصلاحات والسياسات المواتية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الإطار اتبعت جيبوتي سياسات ناجحة في مجال مكافحة التصحر المناخي من خلال تنفيذ عمليات التشجير على امتداد التراب الوطني وخلق مناطق زراعية متعددة، ما من شأن التقليص من الآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري. وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن وفد رفيع المستوى يرافق رئيس الجمهورية يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي النادق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف، ووزير الإسكان والتعمير والبيئة والتهيئة الأراضي السيد موسى محمد أحمد. برعاية رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيلي، عقد مجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين جلسته 24 لهذا العام. وناقش الوزراء في هذه الجلسة المشاريع القانونية المندرجة في جدول الأعمال وصادقوا عليها. وكالمعتاد علق وزير بالإنابة السيد أحمد شيخ أبرز ما جاء في هذه الجلسة. مزيد من التفاصيل نتابع مع الزميل محمد هرابي. من وزارة الميزانية قدمت مشروعا يتعلق بتصديق على موازنة تقديرية للدولة للسنة المالية عام 2018، والتي تصل في الإيرادات والنفقات أكثر من 126 مليار و812 مليون فرنك جيبوتي. وصدق مجلس الوزراء خلال الجلسة 24 مشروعا قدمته وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات، يتعلق بتصديق على مصادقة على حسابات المالية لشركة الاتصالات جيبوتي تيليكوم لعوام عام 2014 وعام 2015 وعام 2016. كما قدم الوزير مشروعا آخر يتعلق بميزانية تقديرية لمطبعة الوطنية للسنة المالية عام 2018، والتي تصل إلى نحو 31 مليون و950 ألف فرنك جيبوتي. وفيما يتعلق ببريد الجيبوتي، تصل موازنة تقديرية لهذه المؤسسة لعام المالي عام 2018 ما يزيد عن 499 مليون و850 ألف فرنك جيبوتي. بدوره قدم وزير النقل والتجهيزات لمجلس الوزراء خلال هذه الجلسة مشروعا يتعلق باعتماد الميزانية التقديرية لوكالة الجيبوتية للطرق، والتي تصل في الإيرادات إلى أكثر من 2 مليار و299 مليون فرنك جيبوتي، وفي النفقات أكثر من مليارين و298 مليون فرنك جيبوتي.
من وزارة الصحة قدمت هي الأخرى مشروعا يتعلق بتصديق على حسابات مالية لمؤسسات ودوائر التابعة لها من مثل مركز الحسينية للصحة الإنجابية، والتي بلغت الميزانية التقديرية لعام 2018 بأكثر من 109 مليون فرنك جيبوتي. المعهد الوطني للصحة العامة في جيبوتي تصل ميزانية تقديرية لهذه المؤسسة الصحية لعام 2018 في الإيرادات والنفقات بأكثر من 126 مليون فرنك جيبوتي. مستشفى دار الحنان للولادة تصل ميزانية تقديرية لمستشفى دار الحنان لعام المقبل بأكثر من 434 مليون فرنك جيبوتي. أما مستشفى بلتي العام تبلغ ميزانية تقديرية لعام المقبل لمستشفى بلتي العام في الإيرادات والنفقات إلى أكثر من 2,847,000,000 مليون فرنك جيبوتي. مركز البيع الأدوية والمستحضرات الطبية تصل ميزانية تقديرية لهذا المركز المعروف اختصارا باسم كم إلى أكثر من 1,712,000,000 مليون فرنك جيبوتي في الإيرادات، وتظهر هذه الميزانية فائدة تصل إلى أكثر من 102 مليون فرنك جيبوتي. مستشفى بلبلة المعروفة بمستشفى محمد الشيخ تصل ميزانية تقديرية لهذا المستشفى إلى أكثر من 616 مليون فرنك جيبوتي في عام 2018. مستشفى دكتور شكيب سعيد عمر تصل ميزانية تقديرية للمستشفى في عام المقبل إلى أكثر من 180 مليون فرنك جيبوتي. من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تم المصادقة على مشاريع تتعلق بحسابات المالية لمركز الأبحاث والإعلام والإنتاج المعروفة بكريبن، والتي بلغت أكثر من 448 مليون فرنك جيبوتي. والميزانية التقديرية لمركز التأهيل المعلمي للتعليم الأساسي لعام 2018 والتي تصل إلى أكثر من 392 مليون فرنك جيبوتي. ولمزيد ما جاء في هذه الجلسة التي ترأسها فخامة رئيس الجمهورية، وتعد الجلسة 24، ينضم إلينا في الاستوديو الزميل خطر العلمي. أهلا خطر. أهلا بك يا زميل إدريس عمر دار. ما هي المشاريع والقوانين التي تم مناقشتها خلال هذه الجلسة؟ ناقش الوزراء خلال هذه الجلسة مشاريع قانونية أخرى من ضمنها من وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية تمت المصادقة على مشاريع يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للعام 2018 للعمل الوطني للتحليل الغذائي، والتي تصل إلى أكثر من 376 مليون فرنك. من وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف تمت المصادقة على مشروع يتعلق بالميزانية التقديرية لديوان الأوقاف، والتي تصل إلى أكثر من 495 مليون فرنك. كما تمت المصادقة على الميزانية التقديرية للعام 2018 لهيئة الديوان الزكاة، والتي تصل إلى نحو 352 مليون فرنك. وفيما يتعلق بالمكتب الجيبوتي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فتصل ميزانية التقديرية إلى أكثر من 144 مليون فرنك. من وزارة الطاقة المكلفة بالبريد والاتصالات قدم وزير الطاقة للمجلس مشروعا يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية لمؤسسة الكهرباء جيبوتي ADD، والتي تصل في العام 2018 إلى أكثر من 3 مليارات فرنك جيبوتي. ومن وزارة العمل صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للعمل والتأهيل والاندماج المهني أنيفيب، والتي تصل إلى أكثر من 476 مليون فرنك. ومن وزارة العمل أيضا تمت المصادقة أيضا على مشروع يتعلق بالميزانية التقديرية للمعهد الوطني لإدارة العامة إناب، والتي تصل إلى 116 مليون فرنك. ومن وزارة الإسكان والتعمير والبيئة تمت المصادقة على الميزانية التقديرية لعام 2018 لصندوق الإسكان، والتي بلغت بأكثر من 853 مليون فرنك. وأيضا الميزانية التقديرية لشركة العقارات الجيبوتية، والتي تصل في العام 2018 إلى أكثر من 3 مليارات و26 فرنك جيبوتي. وتمت المصادقة على الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية من وزارة العمل والإصلاح الإداري، تمت المصادقة على مشروع يتعلق
يتعلق بتعيين سيد الليبان أحمد آية مستشارا فنيا لوزارة الصحة. وفي ختام هذه الجلسة قدم معالي وزير الصحة للمجلس تقريرا حول مشاركته في الاجتماع السادس لوزراء الصحة لدى منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة في فترة ما بين 5 حتى 7 ديسمبر الحالي. بدوره قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريرا حول مشاركته في الاجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الإعلام في 23 نوفمبر الماضي في أديس أبابا، وكذلك مشاركته في مؤتمر القاهرة حول تكنولوجيا الإعلام والاتصالات في الفترة ما بين 3 و6 ديسمبر الحالي 2017. وقدم وزير الرئاسة المكلف بالاستثمارات تقريرا حول مشاركته في منتدى مراكش حول الاستثمارات بين الصين وإفريقيا في الفترة ما بين 27 و28 نوفمبر الماضي في المغرب. وقدم الوزير المنتدب المكلف لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة حول مشاركته في الاجتماع الرابع لوزراء التجارة المنعقدة في مطلع الشهر الجاري في نيامي بنيجر. شكرا زميلي خضر على هذه المعلومات المتعلقة حول مجلس الوزراء التي ترأس فيها فخامة رئيس الجمهورية. استقبل دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد أمس الأحد 10 ديسمبر وفدا رفيعا من الوسطاء الجمهوريين من منطقة إيجاد وهي إثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا وبرفقة وسيد الجمهورية السيد قاسم إسحاق عثمان. ويشارك هذا الوفد الذي يقيم في البلاد في مؤتمر مخصص للهجرة في كامبسكي، وخلال اللقاء تطرق الجانبان تعزيز التعاون حول الهجرة وتوفير استجابة الإقليمية لهذه الأزمة العالمية، وناقش وسطاء الهيئة الحكومية للدول المعنية بالتنمية عدة موضوعات تتعلق بالسياسة الإقليمية ولا سيما الأمن ومكافحة النزاعات والصراعات. ومن جانب أكد رئيس الوزراء لضيوفه دعم الحكومة الكامل لوسادة الصراع في المنطقة وأعرب عن رغبته في وضع حد للتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال. من جانبه أشار السيد الجمهوري إلى أنه في نهاية مؤتمر الهجرة سيعلن بالتقديم خريطة الطريق وإجراءات من شأنها أن تضع سلسلة من التدابير المحددة بشأن الهجرة. وتجر الإشارة أيضا إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور مستشار رئيس الوزراء السيد علي سلاي عبد الله. تستضيف جمهورية جيبوتي بالتعاون مع الهيئة الحكومية الدولية للتنمية والمؤتمر الإقليمي الأول لأمناء المظالم والوسطاء من الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد في فندق كامبسكي. ومزيدا من هذه نتابع مع زميل عقاد العبدي. ترأس هذا المؤتمر الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولية سيد محمد علي حسين، كما شارك وسيد الجمهورية دكتور قاسم إسحاق عثمان وسفير إثيوبيا في جيبوتي والأمين التنفيذي لإيجاد ووسطاء من الدول الأعضاء في الهيئة. وسوف يستمر هذا المؤتمر لمدة 2 يوم، ويحمل شعار المؤتمر لهذا العام الهجرة والحماية الأمن العام والإنساني في المنطقة إيجاد، كما سيكون منبرا للمناقشات والتوصيات حول كيفية توسيع وتعسيس الدور الوسطاء للهيئة الحكومية للتنمية أو هيئة الدولية المعنية بالتنمية في إيجاد حول فعالية أو حلول الفعالة لمواجهة التحديات وتوقعات المشروع لمئات الملايين من المواطنين الضعفاء في المنطقة. والهدف من هذا المؤتمر هو إقامة منصة إقليمية للأمناء والوسطاء من الهيئة بشأن مسألة الهجرة وحماية الأمن العام والإنساني في منطقة إيجاد ووضع نهج إقليمي لتسدي التحديات الهجرة والحماية العامة والأمن البشري في المنطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. والنظرا للتحديات التطور الهائل الذي يشكله حركات الهجرة ذات البعد الإقليمي وعبر الحدود، والوسيط لا يمكن أن يقتصر على إدارة المشاكل الوطنية بالدقة. له في هذه المناسبة أشار وسيد الجمهورية الدكتور قاسم إسحاق عثمان إلى مؤسسة وسادة الجمهورية تعد مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها في فترة تولى رئيس الجمهورية سيد إسماعيل المرجيلي لمقاليد الحكم
العام 1999، وأضاف الوسيد قوله أنه يتم فيه تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الهجرة، وذلك بين وسط دول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد. وإن قضية الهجرة والتجاري بالبشر تعتبر قضية آنية حيث كثرت في الأونات الأخيرة، ويجب التكاتف لمواجهتها والتقليل بشأنها. وإن جمهورية جيبوتي تلعب دورا في مكافحة قضية الهجرة والتجاري بالبشر، كما تساند المهاجرين من الدول المجاورة وتقدم لهم الدعم اللازم. وفي الختام أقدم الشكر لكافة الوفود المشاركة في هذا المؤتمر الذي احتضنه الفندق كامبيسكي من دول الأعضاء في إيجاد. بدوره ألقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كلمة أشاد فيها بالدور الوسيط الجمهوري والجهود التي يبذلها في مجال الوسادة بين الحكومة والشعب، كما أشاد باسم الخارجية بحسن تنظيم هذا المؤتمر الذي يحمل في فعاليات العديد من البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الهجرة الغير شرعية والتجاري بالبشر. أما المسألة التأشيرة فقد تم التسهيل كيفية الطلب فيه منذ أيام قليلة، وإن الحكومة قررت تسهيل التأشيرة وتوفيرها على أفضل الطرق وبشكل مناسب، ولا سيما الوفود المشاركة في هذا المؤتمر والمؤتمرات الأخرى. وإن موضوع هذه المؤتمرات هو الهجرة وهي قضية صعبة معقدة لمواجهتها، لكن ينبغي بذل مزيد من الجهود للتخلص من هذه المشكلة، وتندرج هذه المناسبة في إطار المساعي الهادفة إلى محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. شارك معالي وزير المنتدب لدى وزارة الداخلية المكلفة باللامركزية السيد حمد محمد أرميس المؤتمر الرابع للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية، وذلك في قصر المؤتمرات في نواكشوط. ويهدف المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا والبنك الافريقي للتنمية الى التحصيل من تسجيل المدنية والاحصاءات الحيوية كشرط اساسي للتنمية القارة، واعتماد منظومات خاصة بالدول الاعضاء ضمن المؤشرات العالمية وتنفيذ البرنامج الافريقي الخاص بذلك، كما يهدف الى تحسين فهم الاهمية المحورية للتسجيل المدنية والاحصاءات الحيوية في تنفيذ اجهزة 2030 من خلال الاقرار خطة استراتيجية للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية للفترة ما بين 2017-2021. وبحث الوزراء الأفارقة في العاصمة الموريتانية نواكشوط على مدى يومين الصعوبات والدروس المستخلصة لتجارب كل دولة على حدة، ووضع تصور مشترك للأفاق المستقبلية مع تحديد الأهداف ذات الأولوية. ويشارك في هذا المؤتمر الوزراء المكلفين بالحالة المدنية ووزراء الصحة في دول الأعضاء وممثلين عن الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا والمديرة الجهوية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا وممثل عن البنك الإفريقي للتنمية. وفي شأن محلي آخر، أعادت وزارة الصحة الجرحى الصوماليين الذين نقلوا إلى جيبوتي لتلقي العلاج خلال الأزمة أو الهجوم الإرهابي. ولمزيد من التفاصيل نتابع مع الزميل عبد القادر عبدي. بعد هجمات التي شهدتها العاصمة مقدشو يوم 14 أكتوبر، أرسلت الوزارة ساعة بعثة طبية لإنقاذ الجرحى في العاصمة الصومالية، وحملت الحالات الأكثر خطورة إلى جيبوتي للحصول على رعاية مناسبة. هذا وتم تنفيذ هذا الإجراء الطبي بناء على تعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قلي، حيث وجه أمرا لإرسال أكثر من 50 من الأطباء والمتخصصين لزيارة إلى مقدشو لتوفير وتقديم رعاية والمساعدة إلى أشقائهم الصوماليين المصابين. وبعد 3 أشهر من العناية المركزة، عاد هؤلاء الناجون البالغ عددهم حوالي 10 أشخاص إلى وطنهم. وأشرف على عودتهم مدير المستشفى العام بلتيا السيد حسين محمد حسين والقنصل الصومالي في جيبوتي، هذا وأعرب المستفيدون عن امتنانهم لحكومة جيبوتي وشعبها على تضامنهم المستمر ومساندتهم مع الشعب الصومالي.
في مداخلة لقائم الأعمال في السفارة الصومالية في هذه المناسبة، أكد أن سلطات الجيبوتية قدمت العلاج اللازم للمصابين 10 الذين تم نقلهم إلى جيبوتي لتلقي العلاج، وذلك عقب توصيات فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي، وأن هؤلاء المصابين الصوماليين الذي أصيبوا في الهجوم الإرهابي 14 من أكتوبر في مقدشو تلقوا العلاج، وذلك بفضل الرئيس جيلي وبفضل أيضا وزير الصحة الدكتور جامع المعوكي. وأخيرا أقدم الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي ووزير الصحة والمدير العام للمستشفى بلتير والشعب الجيبوتي على هذه المبادرة النبيلة. بدوره قال المدير العام للمستشفى بلتي العام في هذه المناسبة، قال إننا اليوم نودع المصابين 10 الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي الذي وقع 14 من أكتوبر في مقدشو، وذلك طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وقد تم إرسال بعثة طبية وأدوية ومعدات طبية اللازمة إلى الصومال لتقديم العلاج اللازم لأشقائنا الصوماليين وخلال أسبوع في تواجدهم في الصومال، وأن هؤلاء المصابين تم نقلهم إلى جيبوتي وهم في حالة حرجة، واليوم الحمد لله تلقوا العلاج الكامل. شارك رئيس جمعية تطوير المنطقة دلول السيد عدنان يوسف ونائبه السيد حسن يوسف عبدالله في حفل وضع حجر الأساس لبناء منزل مصنوع من الحرف اليدوية، وشهد الاحتفال الذي وقع في ناحية دلول بمشاركة عدد من الشخصيات من بينهم رؤساء القرية دلول وأعيان الناحية ومثل محافظة والنائب رئيس المجلس الإقليمي السيد عبد القادر عمر، إضافة إلى رئيس اللجنة المجتمعية من دلول. وتأتي هذه المناسبة في إطار مساعدة السكان والأهالي القاطنين في هذه الناحية. تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبا وفاة المرحومة سعاد جبرير أمري التي وفتها المنية أمس في جيبوتي وبخاصة في حي حنبلي، هذا وخلفت المرحومة وراها 10 من الأبناء و132 من الأحفاد من بينهم زميلنا في القسم الإنتاج السيد قبضون عبدو. وكانت المرحومة نائب رئيس فرع الحزب تجمع شعبي للتقدم في حنبلي في الثمانيات هذا، ونسأل الله أن يتقمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فصيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. دوليا، حذر مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي الأحد من أن عودة مقاتلي داعش إلى إفريقيا، ولمزيد حول هذا الخبر ينضم إلينا في الاستوديو الزميل عبد القادر العبدي. أهلا عبد القادر. أهلا بك. ماذا لديك التفاصيل حول هذا الخبر؟ ما حذر مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي الأحد من أن حوالي 6000 مقاتل متشدد الإفريقيين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش يمكن أن يعودوا إلى غارة السمراء، داعيا الدول الإفريقية لاستعداد بقوة لتعامل مع هؤلاء المتشددين. وقال الدبلوماسي الجزائري خلال المنتدى حول مكافحة الإرهاب الذي عقد في هروان غربي الجزائر أن هناك تقارير تفيد بوجود 6000 مقاتل أفريقي في عدد المقاتلين الأجانب 30,000 الذين انضموا إلى هذا التنظيم المتطرف في الشرق الأوسط. وأضاف الشرقي أن عودة هؤلاء العناصر إلى أفريقيا يمثل مخاطر جدية على الأمن والاستقرار المواطنين الأفارقة، ويتطلب تعاملا محددا وتعاونا مكثفا بين الدول الإفريقية. وهناك خبر آخر يتواصل إمداد الحرائق التي بدأت يوم السبت في جنوب كاليفورنيا، حيث هناك مشاكل تواجه رجال الإطفاء، ماذا لديك حول هذا الخبر؟ نعم، يتواصل إمتداد الحرائق التي بدأت يوم السبت في جنوب كاليفورنيا، حيث منحت تراجع قوة الرياح الإطفائيين أملا بتحسن الوضع، لكن الآلاف في المساكن لا زالت مهددة. وفي أول ديسمبر تحول نحو 71,000 هكتار إلى الرماد منذ الاثنين. وفي مناطق لوس أنجلوس وسانتا باربرا شمالا لم تخلف حرائق مع ذلك حتى الآن إلا إلى ضحية واحدة، ولم يتم سوى على 15% من الحرائق أو من الحريق الأساسي في مقاطعة فنتورا بين لوس أنجلوس وسانتا باربرا. ويهدد
هذا الحريق 15,000 دينار بحسب وكالة كاليفورنيا لمكافحة الحرائق، ودمر الحريق نحو 540 بناء وأحرق نحو 600,000 هكتار. شكرا عبد القادر على هذه المعلومات الدولية. إلى هنا أعزائنا المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن الإسقاء والمتابعة، وانتهت النشرة.